السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عشان متابعي يوتيوب في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. النهارده معانا الفيديو اللي انطلب كتير قوي قوي قوي، الشباشب الجلد في الانطره غرب. طبعا انا ما صورتش الشباشب الجلد بس، الحلقه دي عن الشباشب الجلد والحلقه الجايه عن الشباشب الرياضيه. صورنا شباشب الجلد، الراجل اللي صورنا معاه موجود في مكان سهل انك توصله في شارع المعاهده اللي هو الشارع الرئيسي في الانطره غرب، واللي سبق ان انا وضحته في اللايف ان هو موجود في محلات وشركات كتير. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعمله لايك وتشاركه مع اصحابك علشان الكل يستفيد، وكمان علشان انا اتاكد ان الفيديوهات دي بتعجبك ونقدر نصور اللبس الشتوي ان شاء الله. خلونا نشوف الشباشب الجلد من الانطره غرب. انا اسلام فكري ودي قناه حوت ويب. اللايك الجميل وتابعوني. انا السلام عليكم من جديد. المحل اللي هنا طبعا ناس كتير قوي طلبت الشباشب، فنشوف كمية شباشب مهولة بقى مع بعض جلد، مفيش هنا سكايات، كله جلد طبيعي. المحل ده في الشارع الرئيسي بتاع التحرير، شارع المعاهدة اسف، الرئيسي اللي هو وانت داخل اللي هو مدخل الانطرة، شارع الانطرة الرئيسي وانت داخل الانطرة لسه، ده جنب المحلات اللي هي بتاعت الاحذية او الكوتشيات اللي كنا صورنا فيها قبل كده، اللي هو محل ابو زيد، وقصاد المعمل اللي هو بيتا سكاير بتاع الاشعه. طيب خلينا نشوف مع بعض هنا كده، احنا عندنا الشكل اللي حضرتك شايفه ده كده، الشوز اللي بتاع الشبشب والالوان بتاعته، يعني ده الموديل اهو، نفس اللون، نفس الشبشب او نفس الموديل ولون تاني، تمام؟ والالوان كلها بتاعت الموديل، في حاجه اربع الوان وفي حاجات ثلاث الوان. خلينا الاول نسمع رقم تليفون المكان. 0122 30 103، 0122 30 103، ده رقم تليفون المكان. اتمنى ان حضرتك تكون سمعنا عشان الدوشه بتاعت الشارع. خلونا نسمع الاسعار بقى. الموديل ده اسعاره ايه؟ دي الكرتونه 6 ب 450 جنيه. كرتونه 6 ب 450 جنيه، القطعه واقفه كام؟ القطعه واقفه ب 75. بعد كده؟ ده كله نفس السعر. نفس السعر. الكرتونه 6، سعر الكرتونه 450 جنيه وسعر القطعه 75 جنيه. طبعا في حاجات ابيض، في بني، جملي، اسود. وجملي واسود، جملي ده اللي هو المسترد. ايوه. امال اللون اللي هو اللي وفي بيج برضه في ده، بس ده بيج بس في بعض الموديلات مش كل الموديلات. يعني في موديلات هتلاقي فيها جملي، وفي موديلات هتلاقي فيها بيج، وفي موديلات مش هتلاقي فيها كده، يعني ما فيهاش البيج كده، يعني البيج مش قوي. يعني الشغل ده تصنيع محلي ولا مستورد؟ تصنيع مصانع في العبور. مصانع في العبور. شغل مصانع في العبور. طيب الاسعار عندنا هنا لسه، احنا الكامبليه 450 جنيه كرتونه. تمام. لحديت ده. انا عايز اوري لك الموديل، تصميم الموديل، وانت تشوف برضو الشغل اللي عجبك ولا لا. لحد المكان هنا خدنا كده 450 جنيه. بعد كده ده جلد طبيعي شموان، ده جلد طبيعي شموان. جلد طبيعي شموان. انا الراجل بيقول ما عنديش سكايات خالص، كل اللي عندي جلد طبيعي. هنا كام الاسعار؟ ده 80، 480 كرتونه 6. المقاسات من كام لكام؟ من 41 ل 46. من 41 ست مقاسات، الكرتونه 6 مقاسات. هنا القطعه واقفه ب 80 جنيه. فيها ست مقاسات من 41 ل 45 قول؟ من 41 ل 46. 46. قلنا هنا كده تاني، معلش، سعر الكرتونه 480 على الست. يعني هنا 450 وهنا 480، هنا 75 وهنا 80. 80 جنيه للقطعه. طبعا برضو كل حاجه، كل موديل الالوان بتاعته نفس القصه. عايز اعمل لك زوم علشان كمان تشوف الشغل عامل ازاي. طبعا الشغل اشكال كتير جدا، يعني هنا اهو ده موديل مثلا، ده لون تاني منه، ده موديل تاني، ده بينزل على اللونين بس اللي هو الصحراء والبني بس. تمام. ده موديل تالت اهو، تمام، نفس القصه. هنا الموديل ده مثلا الوانه كلها، طبعا هنا مثلا ده اللون اهو، هنا عكس الالوان. هو بني وصحراوي. تمام. لان الشموه ما ينفعش تعمل على الوان تانيه غير كده. تمام. ده حديت هنا. عندنا هنا دي كل الموديلات اللي هي الشموات،
في حاجات بحزام، حاجات بتوت، حاجات عليها اكسسوار كده، حاجات بصابع، حاجات بوش، في صابع، في من غير صابع برضو اللي هو الوش العادي. طيب عندنا هنا بعد كده موديلات تانية جلد برضو، جلد طبيعي برضو، والكرتونة 6 ب 420 يعني ب 70 جنيه كده. هنا الكرتونة 6 قطع. الموديلات هنا ما شاء الله، هنا اهو بص ده لون، ده الفرق بينه وبين ابو 75 الفرشه. الفرشه هنا ساده، الفرشه هناك بصمه. تمام. هنا سعره كام قلنا؟ 70. 70 جنيه بس. 70 جنيه في الكرتونه. كرتونه ب 420. 420. الاسعار دي بتختلف وقت البيع؟ لا لا، هي الاسعار دي ثابته، احنا شغل مصانع. شغل مصانع. لا اسعار ثابته، لما بتزيد كله بيزيد. لا انا ما اقصدش ان هي تختلف كده، اقصد ان هي تختلف ان هي وقت لا 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 ساعه ما يجي يشيل. لا 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 ما فيش تخفيض، اسعار دي ثابته، واللي هيقارن هيحس بالفرق هيعرف يعني. طب عندنا هنا احنا لسه الاسعار زي ما هي. 70. هنا الحته الموديل ده موديل اربع الوان، ده اربع الوان، ده اربع الوان، ده كده يعني. تمام. كل موديل باربع 70. 70 جنيه. طيب الصنادل ده، الصندل ده ب 80. شغل ايه ده؟ شغل برضو لا ده صناعي، ده صفار. الوحيد الصناعي. عامل كام اللي ده؟ عامل 80. عامل 480 برضو. الكرتونه فيها 6. 480 جنيه سعر الكرتونه، والكرتونه فيها 6 قطع. الست قطع والشبابي بتاعه عامل 75. ده مقاس شبابي اللي هو من 36 ل 40. ده 36 ل 40. ده عامل 75. وهنا المقاسات من كام لكام؟ من 41 ل 46. تمام. طيب بعد كده في الضفيره ده ب 45 جنيه. الشبشب ده ضفيره. بكام قلنا؟ ب 45 جنيه. الكرتونه عامله 270. الكرتونه 6 ب 270. طيب عندنا الناحيه الثانيه في حاجات شبابي برضو لسه ضفيره اهي، نفس الموديل بس الشبابي ب 40 جنيه. 40 جنيه، فرق كام؟ 5 جنيه بين الرجالي وبين الشباب. 5 جنيه. 40 يبقى برضه 400 240. 240 جنيه. في الصندل ده عامل 80 جنيه شبابي. في حاجة عليها عرض عندنا؟ لا لا لا، ما هي احنا أسعارنا كلها عرض. أسعار في ده بقى ب 60 جنيه جلد شبابي. كل ده 60 جنيه. كل ده للآخر كده 60 جنيه. واللي تحت؟ لا لا بس خليك في اللي فوق وانا ونرجع للي تحت. كل ده 60 جنيه يا جماعه. القطعه في البستا شبابي جلد طبيعي، وشبابي وشبابي ستان. الستان ده برضو موديل جديد شغال كويس جدا وقوي. اللي هو ده الستان ده قوي، ده في منه الشبابي ده ب 60 والرجالي بتاعه ب 65. عامل يا جدا. في بقى شبشب حريمي طبي مستورد ده ب 45 جنيه. ده عليه عرض بقى لان ده ثمنه يعدي خالص يعني. ده 45 جنيه. 45 جنيه. تمام. بعد كده ده الاولادي، الجلد الطبيعي الاولادي ده ب 50 جنيه. 50 جنيه. كده كل اللي بنسمعه سعر القطعه في الكرتونه، والكرتونه هنا كله 6 قطع. كله 6. كل ده 50 جنيه. ده بقى اللي هو الشرايط الاولادي مش الشباب، ما ده في منه اولادي وشبابي ورجال. تمام. ده 50، الشبابي 60، الرجالي 65. 65. يعني احنا كده عندنا الاولادي اللي هو الشرايط الضفاير، ده اقل سعر اللي هو ب 40. ب 40 لكن ده ثلاث مراحل، اولادي وشبابي ورجال. ده اقل سعر في المحل هنا 40 جنيه. شباب. طيب عايزين هنا الرجالي بقى. ايه؟ في حريم؟ لا 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 مفيش حريم، مفيش حريم. في الفرده دي نفس الموديلات. ده الشبشب اللي هو اللي هو اسمه زوبا هو. ده ب 35 جنيه برضه رجالي. 35 جنيه. من 40 ل 45 جنيه. تمام. عندنا هنا نفس الموديلات اللي شفناها ولا دي موديلات؟ لا دي خلاص نفس الموديلات. ده بقى الرجالي بتاع الاولادي والشباب. دي موديلاته ب 65. دي الحاجات بقى اللي هي العمليه خفيفه. لا ونعل عالي مش نعل واطي. النعل ده عالي. هو عالي بس خفيف. ايوه خفيف جدا وطبي.
بس الواطي بتاعه ارخص في الحركه ولا وعملي جدا بقى. تمام. عامل كام بقى؟ ده عامل 65. 65 جنيه كل ده؟ اللي هو الشبابي بتاعه ب 60 والاولادي بتاعه ب 50. تمام. بعد كده الصندل بتاعه برضه بس ب 90 جنيه. الصندل ب 90 جنيه. ايه اكتر الموديلات اللي هي ماشيه هنا في البلد؟ حاليا دلوقتي الستانات والجلود هم اكتر حاجه. الستانات؟ ده عامل 70 جنيه بس يعني مش في ال70 التاني افضل يعني. لو اللي احنا صورناه هو تاني حاجه. تالت حاجه. تالت حاجه هو كان فرق بينه وبين الفرش. صور ده كمان ده ب90 جنيه. حلو برضه طبي. تمام. 90 جنيه كل ده. كرتونه 5 ب 450 ده كده. هو لونين. لا ده تشكيله كتبتيره يعني. رسومات مختلفه. رسومات مختلفه بس الكرتونه لون واحد. تمام. وده 5 قطع. ما هو نفس كل ده كله نفس تاني. الفرشه دي طبي وخياطه تصميم تاني. يعني هو في عندنا هنا شيء ده كده وده لون تاني. الوانه ده تصميمات كتير. ده حاجه ثالثه ورابعه. اسف ده حاجه ثانيه اهو وهكذا. انا برضه في شكل مختلف كده يعني. ده هو نفس الشكل. تمام. شكرا جزيلا. حبيبي ربنا يبارك فيك. انا بصراحه بحرقكم من جديد. لحد هنا خلص الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبك. ولو عجبك ما تنساش تعمل له لايك وتشاركه مع اصحابك عشان الكل يستفيد. الصفحه بتاعتي انا موجوده في اول تعليق هتلاقيها موجوده. تقدر تتواصل معايا. تقدر تكتب لي تعليق وهرد على حضرتك ان شاء الله. عاوز اقول لك كمان انه الرقم بيبقى موجود في الديسكريبشن وموجود في اكتر من مكان على الفيديو اللي احنا بنصوره وموجود كمان العنوان واسم صاحب المكان فتقدر تتواصل معاه بكل سهوله. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.